هنرجع مرة تانية للكابتن علاء ميهوب، واحد طبعا من أفضل النجوم اللي عرفناها في تاريخ الرياضة وكرة القدم المصرية، سواء مع النادي الأهلي أو منتخب مصر. مساء الخير يا كابتن علاء. محمد مساء الخير أهلا بيك كابتن علاء، منور القناة الجميلة بتاعتك دي وأنت بنورك منور. ربنا يخليك، منورة بيكوا دايما يا كابتن علاء. لا والله بحب أشوفك دايما وحاجة جميلة. أشكرك جدا يا كابتن علاء. مش عايز أقول مساء الخير يا كابتن محمود. لا محمود انا على انا شايفه قدامي، وبغض النظر سيبك ان هو لعيب كوره حاجه، انا من وجهه نظري ان هو حاجه من الناس القلائل اللي اتلعبوا في المكان ده في النادي الاهلي، وكان ليه كان ليه باع كبير قوي مع النادي الاهلي، ولعيب يمكن ما اخدش حقه لكن كان حاجه محترمه جدا في كل حاجه. مش هتكلم عليك لعيب كوره، ان هو فعلا حاجه انا بحب اتكلم عليك لعيب كوره لعيب هايل طبعا، لكن اتكلم عليك واحد صاحبي قوي، الصديق والزميل والانسان بقى اللي كل حاجه بقى. لا كل حاجه زي ما انت عايز يا محمد تتكلم عليه. شخصيه محترمه جدا، مؤدب جدا، راجل متواضع، مخلص الى درجه ما تتخيلهاش. من اكثر الناس اللي ربطتني بيه صداقه كبيره جدا في الملاعب. كنا انا ومحمود لو في الفتره اللي لعبنا فيها انا وهو مع بعض كنا الحمد لله رب العالمين. طبعا من اكثر الناس اللي كانت اشتراكا في كل مباريات. من الناس تحب تشوفها على طول دايما. راجل مثقف جدا، متعلم جدا، يعني مش عايز اتكلم كتير لان هي فعلا دي حقيقه في محمود. والحاجه الحلوه يا محمد ان انت في الحياه العامه من غير الكوره ولا حاجه، في ناس كده تحب تشوفها، تحب تقابلها. الراجل اللي قاعد قدامك ده هو ده من الناس دي اللي فعلا انا بحب اشوفه وبحب اتكلم معاه. مقرب جدا الى قلبي، شخصيه في منتهى الطيبه اللي ممكن تتخيلها في حياتك، سهل التعامل. ما خدش حقه كلاعب كوره. ليه دي تاني مره تكرر الجمله دي يا كابتن علاء؟ عايز اعرف تقييمك فنيا، وليه شايف لان واضح ان الفكره دي مؤكده عندك، قلتها مرتين، ليه شايف انه ما حصلش على ما يستحق كلاعب كوره؟ لا محمود من الناس الاقوياء جدا يا محمد اللي جه، من الناس الاقوياء جدا اللي جه في المكان ده، وكان جه في وقت كان في اثنين عمالقه، كابتن مصطفى يونس وكابتن ماهر همام، بتتكلم في حاجه منتهيه تماما. الراجل قدر يلعب وقدر يثبت مكانه وقدر يبقى موجود بعد حتى عزيز كابتن مصطفى يونس. ما خدش حقه بالقدر الكافي لان هو كان عارف لعيب كرة بس، يعني كان يخلص ماتشات والموضوع بالنسبه له انتهى. عايز تعرف خبره محمود صالح كراجل مدافع يا محمد؟ اسال عليه اي مهاجم لعب ضده. انا هساله هو كمان على الثنائيات اللي عاشها في الملعب مع مهاجمين. لا هتعرف مدى قوه محمود ما شاء الله عليه. كان قوي جدا في المكان ده، كويس قوي وقمه التواضع زي ما انت شايفه قاعد قدامك كده. اللي قاعد قدامك ده هو محمود صالح اللي كان بيلعب معايا كوره، بس هو اللي انت مش ما تعرفوش محمود شخصيه دمه خفيف جدا جدا فوق ما تتخيل. يعني دايما كنت احب اقعد معاه كنا انا وهو وكابتن سيد محمد حشيش كابتن طارق بوتيل. كانت لينا مجموعه كده اللي كنا اصغر سنا طبعا، كان دايما في ناس كبيره كده اللي هي مهما انت وصلت لا الناس الكبار دول حاجه بالنسبه لك قمم كده تبقى تفرح او تتكلم معاها. بس هم الناس دي بصراحه اللي ذكرها محمود صالح قمه التواضع، وكانوا دايما محتضنيننا وعارف الحاجات دي يا محمد بتفرق معانا كلنا. لكن اللي انا عايز اقوله، انا مش عايز اطول عليك يا محمد، انا سعيد جدا. لا بالعكس انا سعداء بمشاركتك معانا طبعا. ربنا يخليك يا محمد. والحاجه الثانيه طبعا سعيد اني شفت حمود، ودايما يا حمود الاحسن ان شاء الله. الله يخليك علي، الله يخليك. والله وان شاء الله هتنول الحاجه اللي انت تستحقها فعلا، انك انت مؤهل لبقى حاجه احسن من كده بكتير. ربنا يكرمك ان شاء الله. طب اسمح لي باسم فريق العمل واسره الاعداد واداره القناه اوجه لك الدعوه على الهواء مباشره يا كابتن علاء. هنسعد بمشاركتك، تكون ضيفنا ان شاء الله ويرتب معاك فريق العمل في اقرب فرصه ممكنه وفقا لارتباطاتك، وتشرفنا في برنامج الاهلي يحاور، وهنسعد جدا بوجودك معانا ان شاء الله. الشرف ليا يا محمد، وانت عارف ما بقدرش اتاخر عليك. ربنا يخليك. الاهلي صعب جدا اقول يعني تحت امرك، يعني هظبط معاهم الوقت. اكيد اكيد. ومره ثانيه سعيد بوجودكم جدا، ومحمود دايما الاحسن يا رب، ربنا يوفقك دايما. الله يخليك. اشكرك جدا نجم الكره المصريه والنادي الاهلي سابقا ورئيس اللجنه الفنيه حاليا بالنادي الاهلي الكابتن علاء ميهوب، بشكرك شكرا جزيلا.